ولا الجوف على سور، وقيل ان عبد الله يوم يروح بغداد راح دول العراق لقالوا رجال يبون يذبحون له ناس وفكوا. يوم فكوا قال يا رجل انت فكيت من الموت، انت وش انت؟ قال انا قطعت ريز. يقول عبد الله قال مرنا وانت قطعت ريز، انت الحين تجملت وعتبت من الموت. هل من سنة انا شخص، انا رجال ما انا بسيط، انا حاكم، انا حاكم ولاية بنبي. هل من باسمك وعنوانك ولو تعودك الدنيا؟ قال حين تجملت واعتقت من الموت، هل الناس اللي يبون يذبحون فكيت منها؟ قال انا عبد الله العلي الرشيد. اخبروا حاله، كتب اسمه راحبه هذا حاكم الهند، راح باسم عبد الله ويطري عليه طال عمرك وهو يمطر عليه ويرسل له وكل من اديب وعم كتيب. قال عندنا ديرة عاصفة علينا على سوق، إنسان تلقى لنا سلاح يهد السوق كنت أسأفنك. قال عندي عز الله عندي سلاح اللي يهد الجبال، عندي مدافع ويدربهم على ناصر منصور بالهند لما تعلموا بالرمي عليهم وحطها بك السبيلة لما وصلوا الكويت، ووصلوا الكويت يجروهن على بعارين وعلى بغول اللي ما جو حاي يجربوهم بالسم اللي يهدينا هاك القلعة. قال لي هذا اللي يهد سور الجوف ويركب على بيت يرسل له قصيدة لأهل الجوف يبشرهم انه يبي يجيها. يقول عبيد علي الرشيد يالله يلي للجزيلات وهاب يا خير لك المخاليد يرجون يا غافر الزلات يا رب الأرباب يا ناصر موسى على قوم فرعون تفتح لنا من باب نصرك لنا باب اسحاب بدر وانفتحته يحضرون آمين يا قضي الحوائج والأنواب يا وامر أمره على الكاف والنون راتب اللي يا مشايوس بوثاب اللي يشوف زولة يختفت بالمجنون اكبر بان يلفي عزيزين الاقراب اللي على الديرة قديم يحامون قلب دال مكزيت خط من الجاب لابد ما نمشي ونافي على الهود. حنا هذول مجهدين بالاطراب ننطر مراسيل من الهند يلفون من عند بن يعقوب حمال الانواب 90 ليلة والمراسيل يمشون ما تجرثي من تجرث الناس بخضار من راس قوم للحرائب يهدون ان سعف الباري وجينا بالاطراب لتشوف منصور الخشمه يواسون ناتيك بجموع عيون للداب يا ويل من بطراف نزله يحلون وياغ من ترخص حلاله والارقاب ودون الرفيج ما لهم ما يجادون يا من يبشر بخليفه وحطاب تبشير فرعون موسى وهارون ما نضربه بالبزر نضربه بطراب وخش وسط الجوف وانتم تشوفون ويجيهم بهالمدافع ويدك السور عليهم ويليهم ويرتب بالجوف ويالونه الرشيد اللي ما عندها حكمه.